السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد وتخلي شي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا في حال دائما. الفيديو ديال اليوم ديال هاد الدوش هذا الدوش اللي غادي نعاودو الإصلاح ديالو وغادي نقسموه على جوج. من بعد ما نزولو الزليج غادي نقصو له الزليج مرة نحيدو له الزليج كما كتشوفو بلاصة ديال البلاطو. يعني الدوش كان كبير دابا غادي نقسموه على جوج. غادي نبنيو له حيط نديرو له حيط في الوسط غادي نقسموه على جوج. العبار ديال هاد الدوش 2.35 متر على 2.10 متر غادي نقسموها على جوج كيف ما قلت لكم. غنديروا فيه طواليت وغنديروا فيه دوش. بالنسبه لهاد الدوش هذا كان عنده مشكل عنده الباب ديالو في الدروج. يعني الا احتاجت تدخل للدوش خصك تخرج تم الدروج في السكنه عاد تدخل للدوش خصك تخرج تم الدروج عاد تدخل. السيد مول الدوش يعني فكر يخلي الطواليت ديال في الدروج والدوش ديالو يدخلو في السكنة ديالو. هذا هو البلان ان شاء الله يا ربي اللي غنخدمو له في هذا الدوش هذا. وهذا السيد مول الدار سي علي من اطيب خلق الله، اقسم بالله من اطيب خلق الله تلاقيته في حياتي. ان شاء الله فيديو اللي ما جا نوريكم ان شاء الله واحد الحاجة وغتحكمو نتوما. بني راسك براسك وثق في راسك، قطع اي حاجة قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناه وفعل الجرس وعمل لايك وخلي الراي ديالك في التعليق حيت الراي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. من بعد ما فتحنا الباب جديده في وسط الدوش، الباب اللي غتكون داخل في وسط السكنه هي هادي، وبدينا نبنيو الحيط اللي قلت لكم في الوسط باش نقسمو الدوش. يعني بلاصه الداخل غتكون فيها الدوش والطواليط واللافابو ومسائل كامله اللي كتكون في الدوش، والجهه اخرى تكون ان شاء الله ربي فيها الطواليط ديال الضياف فيها اللافابو فيها كل شيء. من بعد ما فتحنا الباب في السكنه ديك البلاصه اللي فتحنا فيها الباب، من بعد غنبنيو ان شاء الله غنبنيوها ان شاء الله نديرو فيها كولوار. ديك كولوار غيكون فيه تا هو الدريسينغ، غيكون عندو باب في الخارجة. يعني غيكون من بعد ان شاء الله الفيديوز اللي ماجيين ان شاء الله غنشرح لكم كيفاش صلحنا السكنة كاملة، ونوريكم ان شاء الله ديك بلان الخارجة ديال الدوش كيفاش غتكون ان شاء الله تعجبكم تاهي. بالنسبة للدوش العبار ديالو كيما قلت لكم 2.35 متر على 2.10 متر. حنا غادي نقسمو الحيط في الجهة ديال 2.35 متر، غادي نخليو 1.10 متر في الطواليت، وغادي نخليو 1.25 متر في الدوش، وغادي نطلعو حيط ديال 7 سنتيم الحيط الطبيعي. ملي عيتزلج الحيط من جوج جهات غيولي فيه 10 سنتيم، والدوش غتبقى فيها ملي عيتزلج 1.20 متر، والطواليت ملي عيتزلج وتفينا مع مرطوب ومسالة غيولي فيه غيبقى فيه 1.05 متر، يعني مزلج فيني. من بعد ما سالينا الحيط حفرنا الطازيرات، عملنا طازيرة في الجهة ديال الشمال وطازيرة في الجهة ديال اليمين. الزورة فيها 12 سنتيم، يعني نجيبها وحفرناها وخليناها قشرة الأخرية ديال الزورة هي اللي خليناها، وعملنا مرطوب للطازيرات اللي قلناهم المرطوب دريسيناهم مزيان. وعملنا جوج طازيرات حتى في الطواليت، عملنا جوج طازيرات في الطواليت، عملنا لهم الضو ديالهم بحال اللي كتشوفوا معايا، عملنا لهم كخيطة ديال الضو القومة والحديد واللوح ديالهم. ان شاء الله غادي نعمروهم بالبيتون، وغادي يبقاو الكخيطة مفتوحين لتحت ملي نحيدو اللوح ان شاء الله ربي يبقاو الكخيطة في وسط الكرابة. من بعد ملي غنزلجو غادي نخليهم موطاهم وغنركبو فيهم سبوطة صغارين اللي غتشوفو ان شاء الله في النهاية ديال الفيديو. ان شاء الله كنتمنى يعجبوكم تاهوما وتستافدو من الطريقة كيفاش خدمتهم، طريقة سهلة. وعمرنا الكرابة عليهم يعني بهاد الطريقة وبهاد الشكل. يعني في الطواليت عندنا الطازيرة غيكون فوق الطاسة ديال الطواليت، غتكون جوج طازيرات
وجا بلومبي دا ستراسيون ديال التواليت وستراسيون ديال الدوش، وحيدنا الخشب للطازيرات كيف ما كتشوفوا معايا، حتى لاستراسيون ديال التواليت يعني فيه شي حاجة جديدة، شي حاجة ان شاء الله اللي عاد استفدوا منها، شي حاجة اول مرة كتخدم شي دوتشا خدمتها انا الصراحة. الله كنتمنى حتى هي تعجبكم. بالنسبة لهاد البلاصة هادي، هاد البياسة هادي ديال الرشاشة ديال لودو الصغيرة. الرشاشة كما كنعرفو حنايا فيها الماء غير البارد، هادي فيها البارد والسخون، يعني كيجي الطوبوم الجهة ديال الشمال ديال السخون والطوم الجهة ديال اليمين ديال البارد، وكيتركبو في بياسة وحدة، وكتريقل الماء ملي كتبغي تفتح الماء سخون ولا بارد كتريقلو، كيدير لهم الراس ديال كركبت من الراس ديال الكريفو في ديك البياسة يعني الراس ديالو، وكتبقى تريقل الماء بارد ولا الماء سخون. ان شاء الله تاهي في الاخير ديال الفيديو ملي نركبو البياسة نفينيو ان شاء الله نوريكم كيفاش الطريقة ديالها. والدوش تا هو خدمنا لاستراسيون ديالو، دينا لاستراسيون ديالو، التريسيان تا هو خدم لاستراسيون ديال الضو في التواليت وفي الدوش، طلع القومة للسقوف باش نديرو ان شاء الله بلافون، دار القومة في بلاصة ديال المراية. بالنسبة للسوار ديال الضو دارهم برا، دار ديك اللعبة ديال الوضو تا هي في الدوش، ديرنا عنق الجمل في عنق الجمل صغير في بلاصة ديال بلاطو اللي يركب فيه الشيفو باش ما يطلعش الريحة. السلام عليكم، تبتة جديدة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. اليوم جيناكم بهاد الدوتة اللي غيكون عندنا الزبيج هنايا حشبي، اللي عندنا بلاطو ديال الدوتة غيكون عندنا بلاطو هنايا، البلاصة هادي غتكون فيها الكليسة، وعندنا هنايا طازيرة هنا. وعندنا اخر طازيره هنا مقربه باش يوصلوا، عندنا طازيره هنا، عندنا طازيره هنايا اللي طلع كامل بحسبي الا الطازيره طلع مزوقين بهذا الزواق هذا، وريهم هذا الزواق هذا يطلع في الطازيرات، عندنا الطازيره الشمال الطازيره اليمين. وعندنا هنا في البلاصه هذه بلاطو، غيكون بلاطو ديال الدوش، غيكون الشيفون هنا، غتكون بالجاج، وغيكون كليسه، عندنا كليسه هنا، كليسه صغيره متحلوه بالديكور فيها واعر. هذا الزريج كما كتشوف الزريج مفتوح، كيعطي واحد الديكور واعر في الدوش، كيفتح الدوش كيضوي من احسن اي واحد يبغي يخدم شي دوش يخدم بهذا الكوفر مفتوح. دائما كنصح على في القناه ديالي دائما الدوش يكون بهذا الزريج مفتوح بحال هكذا، باش كيعطي كيضوي الدوشه وكيعطي واحد الديكور واعر، وما كتطلعكش الدوشه في راسك، يعني دائما كتبقى كتقلق شي ملي كتدخل الدوش كتبقى مرتاح فيها. كنتمنى الفيديو تكونوا كيعجبوكم وتستافدوا منهم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، خليكم معنا. بالنسبه للزليج العبار ديالو 60 سنتيم على 20 سنتيم، الزليج ديال اسبانيا، الزليج جوده واعره كيف ما شفتوا في الفيديو، يعني الزليج كاليتي كيعطي الديكور واعر، يعني الزليج خسرتي فلوس وجبت الزليج يعني ما تندمش عليه، شي حاجه اللي واعره بزاف كاتي الخدمه، عاد الديكور فيها واعر صراحة. اسبانيا معروفة بالجودة وكلشي كيعرفها، هي حاجة في الموطع ديالها. ما طلعنا بلاطو ديال الدوش، هاد الزواق غادي حتى للسقوف، وصلنا حتى للسقوف، وغادي ان شاء الله حتى في الكلسة، هابطة حتى في الكلسة اللي غنديرو، يعني غادي الزواق عوضة حتى للكلسة حتى للأرض، هي تعود من السقوف حتى للأرض، ديكور واحد. من بعد ما ساينا الزليج ديال الحيط حتى الباب زلجناها، الدورة ديال الكادر فيها يركب الألمنيو تا هو زلجناه كامل، وساينا الزليج ديال الحيط، وبدينا الكلسة. كليسة عملنا فيها 30 سنتيم على 70 سنتيم، وبلاطو غيكون فيه 70 سنتيم على متر وعشرين، بينا الكليسة درنا فيها 30، يعني بقى 90 سنتيم في وسط بلاطو، 90 على 70. بالنسبة للطازيرات جا فيهم العبار 30 سنتيم، 30 سنتيم فيني على متر وعشرة، ديرنا 5 سنتيم كل جهة باش الكادر كيجي داير، الباكيت كيجي داير وكيجي باين، يعني بلاطو غيجي متسع، ما جاش بلاطو ضيق ولا شي حاجة، بلاطو هو هداك تيسع
بالنسبة للطازيرات هاد الديكور اللي عملنا هاد الزليجة اللي مزوق جا واعر، مبين الطازيرات وعطاهم واحد الديكور واعر، يعني الزليج فيه زواقة حلوة، زواقة اللي ما طلع لكش في راسك، يعني جا ديك الشي هو هداك، والألوان متناسقة مع بعضيتها، يعني هيطلع الدوش في المستوى إن شاء الله. اللي كنركبو دايما في بلاطو ديال الدوش، دايما كنخلو هاد الشيفون، هاد الماركة هادي، وهي هذا الشيفون ديال 60 سنتيم، كاين ديال 50، كاين ديال 30، كاين ديال هذا فيه 60 سنتيم، الشيفون واجد، الماركة مزيانة، كامل إينوكس. ماركة ميتاليك كيجي كامل كامل لينوكس، فيه حتى لي حسب الريحة وكدا، كيما كتشوف معايا يكون فيه 60، كيدي فروع في وسط الدوش، كيجي واعر بزاف، قرب هنايا. عاد زدنا له هنا الجمل، هذا عنق الجمل، هذا عنق الجمل صغير اللي زاد على حساب الريحة اللي خرج دابا كيخدمو بيه، هذا عملنا على حساب الريحة حتى هو كيخليش الريحة تطلع، والشيفون ديالنا غادير كيف حال هنا، داير كيف حال هنا كما كتشوفو، كيتب ديكور واعر. وكيجي واعر فيه 60 مع بلاطو، حنا عندنا بلاطو ديال الدوش فيه 70 سنتيم، يعني غيجي 5 سنتيم من هنا و 5 سنتيم من هنا، وغيجي شيفون واعر، وغيعطي الديكور واعر في الدوش، غيزين الدوش تا هو. وخليكم مع الفيديو باش تستافدو. بالنسبة للشيفون أنا ديما كنركبو بهاد الطريقة هادي، ديما كنفرشلو السيما باش كيجي صحيح، كيزال على الصح، ما كيبقاش يتحرك، يعني ملي نزلجو ما يبقاش يتحرك، يعني كيجي بهذه الطريقه، كنعملو الميزان ديالو والعبار ديالو باش كيجي يركب مع الحيط بالعبار، وكنديرو الميزان كيجي جالس بالميزان، وعملنا الفورمال الدوش بهذه الطريقه بهذا الشكل، عملنا البلاطو بوحدو والميل ديالو، عملنا الشيفو على برا في وسط الدوش حتى هو عملنا له الميل ديالو، وبنينا حيط اللي ينزل عليه الزجاج ديال الانوكس وما يخليش الماء يخرج بهذه الطريقة كيف ما كتشوف معايا. الزواق على الطبيعة السقوف، الحيط هذا كامل طلع حتى السقوف، هاد الزواق هذا بالطازيرة كلشي، وهاد الزواق هادي غتكون عندنا واحد السلطة من هنا دايرة هنايا، وحدة أخرى هنايا، غيكون الزواق هذا داير كامل الزواق، واللي باقي غيكون الزليج هذا، غيكون الزليج حسبي هذا، غيكون عندنا هنا وهنايا هاد الحيط هذا، هذا غيطلع كامل الزواق كيما قلتلكم، الزواق عالدوج هنايا. باقي عندنا واحد الكوردون صغير ديال جوج سنتيم، غنديروها من تحت ومن الفوق ديال الزواقة، إن شاء الله خليكم مع الفيديو تشوفوا كلشي إن شاء الله بحول الله. من بعد ما ساينا الزليج ديال الطواليت ديال الضياف لي غادي يكون على برا، هدا هو البلان لي قلتلكم بهاد الطريقة وبهاد الشكل، الطازيرة حتى هي بنينا 5 سنتيم من اليمين 5 سنتيم من الشمال، باش يجي الكادر ديالها داير ويجي الباقي داير، حتى هي عندنا فيها الزواقة في الوسط، يعني في وسط الطاجيرة لداخل درنا تاهي الزواقة، تاهي درنا الكوردون نقري كيما دايز في الصمتة اللي في الوسط ديال الحيط، كيما كتشوف معايا الطاجيرة جات حلوة، عطات الديكور واعر في الطواليت، يعني غتجي فوق الطاجيرة غتجي فوق الطاسة، فوق الطاسة ديال الطواليت. بهذا الشكل وبهذا الطريقه كيف ما كتشوفوا، الضو ديالها كيما كتشوفوا حتى هو حفرناه، يعني سبوخ صغير تركب سبوطات، وخدمنا الارضيه ديال الدوش
وهاد الباركي ديال 60 سنتيم على 20 سنتيم، اللون بيج، الى حتى الديكور واعر، والزريج ديال الحيط حتى هو فيه الكري وفيه البيج، فيه الكري مفتوح وفيه البيج، الارضيه حتى هي فيها البيج يعني باش تجي متناسقه مع الحيط. حتى الديكور واعر، خدمنا بها يعني على برا ديال الدوش الزريج ماشي طويل، وبلاطو خدمنا العكس ديالها يعني ماشي العكس ديال الزريج على برا، خدمنا به حتى الجلسه، خدمنا به حتى الجلسه كما كتشوفوا الجلسه ملي كملت الزواقه حتى الارض، عطات الديكور واعر حتى هي جا فيها الديكور واعر. خدمنا الزريج ديال التواليت حتى هو باركي 20 سنتيم على 60 سنتيم كري، يعني باركي اللون ديالو كري باش يجي حتى هو مفتوح مع الدوش، يعني يجيو الالوان متناسقين مع بعضياتهم. وعملنا الماستيك للتواليت جا واعر بزاف. من بعد ما سينا الدوش تاهي عملنا لها ماستيك ديالها، و بلومبي جا ركب الاكسسوارات ديال الدوش، يعني كاين اللي باقي ولكن الاكثريه ديال الاكسسوارات ركبوا في بلاصه ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الدوش، يعني الدوش جا رائع. واخا متر وعشرين يقدر بنادم، اي اكثريه الناس يقولوا متر وعشرين يعني في الدوش صغيره، ولكن جا الدوش واعر نتا السعه. الدوش هي هذيك كيفما كتشوف الطازيره حتى هي نزلنا فيها المسائل ديالها، كريفور كف بلاصتو، باقا غير الرشاشه ان شاء الله. الشيفون فيه 60 سنتيم حتى هو جا قد البلاطو، يعني بقات له 5 سنتيم من كل جهه من اليمين ومن الشمال. الشيفون اللي على برا حتى هو 10 سنتيم على 10 سنتيم، يعني البلاصه ديال اللي ركب فيها الزجاج ديال الانوكس تاهو زلجنا عندنا الباكيت ديالها. الدوش فيه متر وعشرين على جوج متر وعشرة، جا متسع، جا فيه تيسع، والديكور واعر، جا الدوش حلو كيف ما كتشوف الطازية على اليمين وعلى الشمال. السرجم ديالو السرجم تاهو خارج للدروج، السرجم اللي كيخرج الهواء. لابابو واعر، وعندو كادر اللي كيزالي لابابو ديال الإينوكس كيف ما كتشوف فيه العلاقة ديال الفواط. وهادي هي البياسة ديال لودو اللي هدرت لكم عليها في الأول، يعني فيها الماء بارد والماء سخون كما كتشوفوا الكريفو ديالها كيفاش عامل، يعني كتحكم في الماء بارد وفي الماء سخون في وسط الدوش ديالك، يعني واعره. طلعت الدوشه هي هذيك، يعني الدوشه طلعت اجمل من داكشي اللي كنا كنتوقعوه. والطوايط تا هو من بعد ما ركبوا الاكسسوارات ديالو بلومبي وتريسيان ركب له سبوطات ديالو، ركب له الضو ديالو. هذه هي الشكل النهائي ديال الطواليت من بعد ما شعلنا سبوطات اللي عدلتهم انا بيدي، يعني الديكور جا فيهم واعر، وعطاو الديكور واعر في الطواليت. وزيدنا جوج سبوطات في السقوف وفرفاره ديال الهواء هي زدناها في السقوف، كلشي تخدم في وسط البلافون. الموبل فيه شي 38 سنتيم ديال الدخله، بقى تيسع، يعني يمكن لك تدخل في الطواليت وتخرج مرتاح، يعني ماشي مضيق ولا شي حاجه. الطوايط جا في مستوى، الالوان جات متناسقه، الالوان رائعه، يعني البلاصه ديال الطوايط درنا فيها حتى لودو بحال اللي وريت لكم في الاول الفيديو، حتى هي بحال اللي في الدوش، يعني كتقدر تحكم في الماء بارد وفي الماء سخون يعني في بلاصه وحده، يعني كريفو واحد خارج في هذيك الديكور. كما كتشوف بلافون جا واعر بزاف، سبوطات جا واعرين، وعطاو واحد الديكور واعر في وسط الطواليط، يعني كيفما كتشوف المرايه. لابابو تا هو حلو، لابابو فيه الديكور واعر، فيه اللون تقريبا كيشبه الباركي ديال الارض، يعني متناسقين الالوان بيناتهم. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم تستافدوا منه. كنتمنى اي واحد عنده شي دوش كبير يقدر يخرج منه جوج الحاجات، يعني ما يبقاش الدوش تحرف لك غير تسخنوا في الشتاء وهي مجه، تحرف لك غير تسخنوا. يعني هذا الديكور هذا واعر، وجاو متسعين، يعني ماشي مضيقين، ماشي داخلين بعضياتهم، يعني داكشي مزير، يعني دوتشا ولا طوايط جاو تيسع. كنتمنى كيف ما قلت لكم فيديو يعجبكم وتستافدوا منه، وكون هادشي اللي كنعمل لكم تاهو يكون كيفيدكم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وهاد الخدمه هادي يعني من القلب، يعني ضروري توصل للقلب.
شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم على لي خطيكم بكم كنزيدوا القدام، وبلا بيكم حنا ما ساوين والو. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.